واحنا بنتجول داخل الجناح المصري بمعرض يعني من اهم المعارض اللي ممكن ان انت تزورها في حياتك ايدكس 2018. جينا للشركة العربية العالمية للبصريات. اعتقد انه الاجهزة قدامنا بتستعمل على مستوى كبير جدا. معانا رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات سيادة اللواء طه ياسين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم، منورين المعرض يا فندم. الله يخليك سيادة اللواء. يعني المعدات اللي انا شايفاها متطورة وحديثة، كل ده منتج مصري؟ كل ده منتج مصر يا فندم 100%. تصميم خبراء الشركة، مهندسي الشركة، وانتاج خطوط انتاج الشركة. وده منتج طبقا للمواصفة القياسية العسكرية العالمية، وبالتالي هو يضاهي أي منتج موجود في العالم على نفس الليفل تقريبا. العالم كان يعلم أن مصر وصلت إلى هذه المرحلة المتقدمة، ولا تفاجأ بالمعرض من حجم المعروض من الإنتاج المصري؟ وأعتقد أنه تفاجأ بالحجم المعروض من الإنتاج المصري في جميع المجالات، يعني سواء بقى أسلحة، ذخائر. احنا هنا أجهزة الإلكترونيك، أجهزة البصرية والحرارية والليلية. فأعتقد يعني إن هم فوجئ بهذا المستوى الهائل وهذه الجودة العالية من المنتج العسكري المصري. فايدة المعرض إيه بالنسبة للجيش المصري؟ يعني أنا شايفة وفود كتيرة وطلاب كتير وضباط وعساكر، يعني قول لي الفايدة اللي بترجع عليهم. هي فايدة محلية طبعًا، وفايدة خارجية بالنسبة لنا. فايدة محلية إن الناس تبقى على وعي بالصناعة العسكرية المصرية، إن إحنا تقريبا على ليفل عالي جدا من الجودة. إنتاجنا يضاهي أي منتج خارجي. في قاعدة صناعية عسكرية قوية في مصر، وإحنا تبنيها بنقول في بالنسبة للصناعة العسكرية هي بتشد الصناعة المدنية، هي تبنيها بتبقى سابقة أي منتج أو أي صناعة مدنية. فبالتالي ده كله بيدي عائد على الدولة وعلى أمنها القومي.